ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تحدي النهارده ميلوش ديجينيك المدافع يا شباب، مدافع حلو بيتطور كمان صراحة، امكانياته حلوة وطاقاته حلوة وكمان رخيص، يعني انت في متناول الجميع وممكن يتطور معاك لو فاز منتخبه. كل ما يفوز كل ما يتطور، اللاعب صراحة يستاهل يتعامل، وكمان رخيص، وكمان ممكن يفيد معاك في التحديات لو هتعمل تحديات كأس العالم. هو عايز بس تشكيلة واحدة بس فقط لا غير، يعني دي أرخص حل للتشكيلة، تقريبا 19,000 كوين، يعني لا يستاهل أي شيء. هذه كمان اللعيبة موجودة ناحية اليمين، سعر اللاعب سعر أسعار اللاعبين والتحدي يا شباب. أنا برجح إن أنت تعمل موضوع بسيط وسهل، أي نعم 5 تمرين بس بيتطور، يعني اللاعب الكارت ده بيتطور معاك ويفضل معاك لنهاية اللعبة. إن شاء الله في برضه تحديين تانيين هنعملهم مع بعض، بس ناخد بس مميزات اللعب، القوة والسرعة والتطوير، طبعا بيتطور معاك اللعب عشان تكون واخد بالك من الصورة. عيوب اللعب مفيش عيوب، أنا صراحة مفيش عيوب في اللعب خالص. بالنسبة للدفاع أفضل كيمستري طبعا الظل، ده أفضل كيمستري ليه عشان يزود شوية في الإيه في الديفنس بتاعه. تقييم لعب 9/10 لأن اللعب صراحة حلو وكمان رخيص وكمان بيتطور. ده بالنسبة الأول تحدي. تاني تحدي زائد 86 فريق الأسبوع، اللي هو فريق التاسع الأسبوع التاسع. طبعا شباب يعني أنا برجح إن أنت تعمل التحدي ده عشان ممكن يجيلك لاعب حلو تلعب بيه، أو يجيلك لاعب من اللعيبة بتاع فريق الأسبوع. التحدي ده شوية غالي، تقريبا هنتكلم في 31,000 كوين، وإن شاء الله يكون معاك اللعيبة في النادي تريح شوية في التشكيلة. بس صراحة أنا برجح إن أنت تعمله عشان ممكن يجيلك لاعب كويس. وكمان يا شباب يعني أنت طبعا فريق الأسبوع، ممكن سبحان الله ممكن يجيلك حد عالي. أنا بصراحة مش عارف فريق الأسبوع مين السنة الأسبوع ده، بس طبعا اللي هو الأسبوع التاسع، بس طبعا ممكن مدورتش صراحة، يعني صراحة أنا مدورتش. التحدي التالت معانا، التحدي التالت الأخير معانا طبعا اللي هو التحدي الفرنسي، اللي هو فرنسي كأس عالم. التحدي طبعا سهل، بس هو شوية فيه شوية لاعبين عشان تقدر تجيبهم، ويعني عايز حل صح. هذه بتكلف تقريبا 7,000 كوين، اديلك شوية لعيبة من فرنسا بتوع كأس العالم عشان تعمل لهم تحديات، أو ممكن يفضل معاك لنهاية الحدث. صراحة كويس. ما تنساش تصلي على سيد الخلق سيد محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم.